فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لقناتنا، قناة منح من كل ألوان، بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر، فياريت تتصفحوا القناة عشان تعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة، وهي منحة دراسية ممولة بالكامل في إيطاليا. تمام كده؟ طيب زي ما احنا وضحنا ان الدولة اللي هيكون فيها المنحة دي هي دولة إيطاليا، وطبعا تعتبر من أقوى الدول الأوروبية، وطبعا بيدرس فيها عدد كبير جدا من الطلاب من حول العالم. بالنسبة للجهة المانحة للمنحة دي هي جامعة ميلانو، يعني الدراسة هتكون في جامعة ميلانو والمنحة هتكون مقدمة من جامعة ميلانو. تمام؟ طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي موجهة لدرجة الماجستير فقط، يعني لو انت عايز تدرس الماجستير متاح، لو انت في اخر سنة من البكالوريوس وعايز تدرس ماجستير متاح، لو انت حصلت على ماجستير وعايز تدرس ماجستير مرة تانية متاح لك التقديم، انما تدرس درجة البكالوريوس او الليسانس او الدكتوراه غير متاح في هذه المنحة. تمام كده؟ طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في المنحة دي، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دول عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. بالنسبة للتمويل المقدم من المنحة دي، تمويل صراحة ممتاز جدا. انت بتاخد اول حاجة الرسوم الدراسية كاملة بالمجان، مش بتدفع اي تكاليف خالص للرسوم الدراسية. كمان بيدوك زي راتب سنوي او بوكيت ماني 6000 يورو بتاخدهم سنويا عشان تغطي بيهم تكاليف معيشتك. 6000 يورو مبلغ كويس جدا مش وحش، تقدر انك تستاجر غرفة منه تكون في حدود مثلا 250 يورو والباقي بيكفي معاك، يعني 6000 يورو بتقدر تغطي لك تكاليف المعيشة سنويا من ايجار وغيره، يعني مبلغ كافي جدا. تمام؟ طيب بالاضافة كمان توفير التأمين الطبي في حالة لا قدر الله حدوث مرض او حادث، بتقدر انك تتعالج على حساب الجامعة او المنحة. كمان ما تنساش بقى حاجة من الحاجات الجميلة جدا، ان الاقامة في ايطاليا بتسمح ليك بدخول كل دول الشنغن مثل المانيا والنمسا وغيره، بتقدر تخشها من غير تأشيرة، معاك اقامة طالب في ايطاليا بتقدر تدخل باقي كل دول الشنغن من غير تأشيرة. تمام كده؟ كمان في اتاحة العمل بجانب الدراسة، كل الجامعات اللي موجودة في ايطاليا او الدول الاوروبية بيكون متاح انك تشتغل بجانب الدراسة، بتسمح لك بكده، والحكومات اللي موجودة في الدول الاوروبية بتسمح لك بكده. ممكن تشتغل في الجامعة نفسها، تشتغل في المكتبة، في مكتب الطلاب الدوليين، او ممكن تشتغل خارج الجامعة، وبيكون الريت بتاع الساعة الواحدة 9 يورو تاخدها في الساعة الواحدة الشغل بتاعك. فانت عندك راتب سنوي، عندك دراسة مجانا، عندك كمان عمل بجانب الدراسة. طيب كل حاجة متوفرة في المنحة دي، يعني منحة ممولة بالكامل. بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي، عندنا تخصصات عديدة. خلي بالك ان جامعة ميلانو بيتدرس فيها بلغتين، اللغة الانجليزية واللغة الايطالية، واحنا عندنا هنا المنحة دي موجهة للدراسة باللغة الانجليزية. تمام كده؟ طيب وعندنا تقريبا 27 تخصص او اكتر في مجالات علمية وادبية، بتقدر تشوف التخصص المناسب ليك وتقدم عليه. عندك التخصصات الطبية، عندك الكيمياء الصناعية، عندك علم الأحياء، عندك الاقتصاد، عندك السياسة، إدارة الموارد البشرية، تقدر تشوف ايه التخصص اللي انت عايز تقدم عليه او اللي انت عايز تدرس فيه وبتقدم عليه، ودي حاجة ممتازة جدا. تمام؟ طيب بالنسبة هنا عندنا ملاحظات. اول ملاحظة ان المنحة دي ليس بها حد اقصى العمر، سنك كبير سنك صغير بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. كمان المنحة دي مش محتاجة منك شهادة لغة انجليزية عند التقديم، يعني مش بيطلبوا بقى ايلتس ولا توفل ولا الكلام ده كله خالص، بتقدر تقدم عادي حتى لو ما عندك شهادة اللغة مش مطلوبة منك. ودي كمان من الحاجات الجميلة جدا في ايطاليا، ان الجامعات فيها معظمها مش بتحتاج الايلتس او التوفل. كمان متاح ايضا التقديم اذا حصل على البكالوريوس او في اخر سنة، لو انت في اخر سنة من البكالوريوس بتقدر تقدم عادي جدا، لو انت اتخرجت برضو بتقدر تقدم مفيش مشكلة. الاوراق المطلوبة للتقديم في المنحة دي، عندك اول حاجة صورة جواز السفر، تحط صورة جواز السفر بتاعك. لو مش موجود عندك صورة جواز السفر ومش موجود عندك جواز سفر حاليا، بترفق بطاقة الهوية وبتحط بياناتها. تمام كده؟ كمان مطلوب منك شهادة تخرج او كشف الدرجات لو انت كنت في اخر سنة اذا ما زلت تدرس. لو انت لسه بتدرس بتجيب كشف درجات للسنة اللي قبلها، لو انت اتخرجت بترفق شهادة تخرج وكشف الدرجات برضو اللي هو للسنين كلها.
طيب كمان مطلوب منك سيرة ذاتية سي في، ويفضل يعني سي في يكون على الطريقة الأوروبية عشان يكون بشكل أفضل. كمان مطلوب منك البيرسونال ستيتمنت او الموتيفيشن ليتر، خطاب النيه لازم تعمله وترفقه برضو في الابلكيشن، بيكون داعم اكتر لطلبك. اخر ميعاد للتقديم في المنحه دي هو 27 اغسطس 2021، لان الدراسه هتبدا في الفصل الربيع اللي هو في مارس 2022. تمام، بس اخر ميعاد للتقديم للمنحه دي هو 27 اغسطس 2021، لسه معاك وقت فتقدر تنظم الطلب بتاعك وتشوف ايه المطلوب وتبدا تجهزه. تمام كده. طيب كمان ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الوان، بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول في الصين بنسبه 100%، كمان خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه منحه انت عايزها، لو عايز تقدم من خلالنا على المنحه دي متاح، كمان خدمه التقديم على الكورسات عشان تزود من مؤهلاتك وحظوظك في المنح والفرص، وخدمه تجهيز الاوراق ايضا بشكل احترافي تستخدمها في التقديم في اي فرصه منحه انت عايزها بنفسك. تمام، ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا هنا وكمان موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه دي اللي فيه كل التفاصيل اللي انا قلتها. تيجي تضغط على الاعلان الرسمي عشان يفتح معاك وتشوف بقى كل التفاصيل من موقع الجامعه نفسه، موقع الجامعه الرسمي نفسه. تمام، هيفتح معانا دلوقتي الويب سايت الخاص بالجامعه اللي هو جامعه ميلانو. تمام، ده شعار الجامعه، ده الويب سايت الرسمي ليهم. هتلاقي عندك هنا السكولارشيب بيوضح لك ان فيها 6000 يورو بتاخدهم سنويا كبوكيت ماني، كمان اكسمشن تيوشن فيه يعني بتاخد اعفاء من الرسوم الدراسيه. تمام كده. طيب دي الصفحه الرسميه طبعا للجامعه وللمنحه زي ما احنا وضحنا. خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف الابلكيشن الخاص بالمنحه دي. تمام، ازاي ممكن نقدر نقدم ليها؟ هتيجي تضغط على كلمه قدم الان دي عشان يفتح معاك الابلكيشن الخاص بالتقديم. تمام كده، الابلكيشن الخاص بالتقديم هو بسيط مش معقد، حاول تملا كل شيء فيه بنجاح. طيب انت بيطلب منك اول حاجه تعمل لوجن، تحط بقى اليوزر نيم بتاعك وتحط الباسورد. تمام، طيب انا ما عنديش لسه لوجن او ما عنديش اكونت الاول على الويب سايت، تروح تعمل ايه؟ تروح تعمل ريجستر اكسترنال يوزر. تمام، تضغط عليها. عشان تعمل ايه؟ عشان تسجل اكونت الاول على جامعه ميلان. تمام، طبعا انت بتكتب هنا يوزر نيم، ده التسجيل المبدئي، بتكتب هنا يوزر نيم من عندك، بتحط الباسورد، بتعمل كونفيرم، تحط الاسم الاولي والاسم الاخير ليك، تحط الجندر بتاعك، تحط ايميلك، رقم تليفونك وتاريخ ميلادك، وبعد كده بتعمل كونفيرم ان انت موافق على كل التفاصيل الخاصة بالمنحة والجامعة. تمام، بعدين بتضغط على كلمة ريجستر ويبقى انت كده سجلت بنجاح، بيوصلك على الايميل بتاعك اكتيفيشن لينك، بتضغط عليه، بعدين بترجع تاني. تمام، وتحط بقى بيانات الدخول بتاعتك، تحط اليوزر نيم بتاعك وتحط الباسورد، تختار اكسترنال يوزر. تمام، وبعدين تضغط على كلمة لوجن. لما بتضغط على كلمة لوجن بعدها بتتحول للابليكيشن الخاص بالمنحة. تمام كده، الابلكيشن بتاع الجامعه هو نفسه ابلكيشن منحه، مفيش ابلكيشن منفصل. طيب بعد لما نضغط على كلمه لوجن هنخش للابلكيشن. الابلكيشن هيظهر معاك بهذا الشكل، ده الابلكيشن الادميشنز بتاع الجامعه. طيب اول حاجه مطلوبه منك في الادميشن هو البيرسونال داتا، انت دولتك ايه، جنسيتك ايه، اسمك، اسم العائله، الجندر بتاعك، تاريخ ميلادك، اتولدت فين، دولتك ايه اللي انت اتولدت فيها. تمام، وبعدين بتضغط على كلمة نيكست عشان تخش على الخطوة اللي بعدها. في الخطوة اللي بعدها بيقول لك هل مؤهلاتك، هل انت متخرج من ايطاليا ولا من بره ايطاليا، بتختار فورين. تمام، بعدين بتضغط نيكست، وهنا بقى بتختار تخصصك، ايه التخصص اللي انت عايز تقدم عليه. عندك تخصصات كتيرة جدا. تمام، هتلاقي عندك تخصصات كتيرة وعديدة، تقدر تختار التخصص المناسب ليك. على سبيل المثال انا اخترت داتا ساينس اند ايكونومكس. تمام، بعدين هتروح عند كلمة نيكست. طبعا عندك كذا صفحة فيها لسه تخصصات، تقدر تصفح التخصصات دي. هتروح بعد كده عند كلمة نيكست بعد ما تختار التخصص، وبعدين هنا بيقول لك دخل معلومات التواصل معاك، انت قاعد فين حاليا، المدينة اللي انت قاعد فيها، رقم الشارع، رقم التليفون بتاعك. تمام، تدخل كل البيانات دي، بعدين بتضغط على كلمة نيكست وبتخش على الخطوة اللي بعدها. تمام، خلاص دي تأكيد، بعدين بتضغط نيكست تاني. هنا بيقول لك بالنسبة انت اتخرجت من البكالوريوس ولا لسه بتدرس، فبتختار مثلا انت لسه بتدرس في اخر سنة بتختار final year student، لو انت اتخرجت بتختار graduate. تمام، فاخترت مثلا graduate، تضغط نيكست بتخش على الخطوة اللي بعدها. هنا بقى بيسألك نوع الهوية اللي انت عايز ترفقها، باسبور ولا هوية وطنية بتاعت دولتك، رقم الباسبور او الاي دي بتاعك اللي هو الهوية الوطنية، يعني طلعت الباسبور ده منين. تمام، الدوله اللي انت استخرجت منها الباسبور ده بيبدا امتى، الباسبور استخرجته امتى وبينتهي امتى. تمام، وبتختار بقى انك خريج جامعه مثلا لمده 4 سنين او اكتر من 4 سنين،
التخصص اللي انت بتدرسه في جامعتك الحالية او اللي انت اتخرجت منها، الجريد بتاعتك ايه، والتاريخ المتوقع للتخرج او التاريخ اللي انت اتخرجت فيه، تمام كده. بعدين تضغط على كلمة نيكست، تخش على الخطوة اللي بعدها. هنا بقى دي تعتبر الخطوة الأخيرة اللي انت بترفق فيها اوراقك، تمام. في الخطوة دي انت بتضيف بقى السي في بتاعك، بتضيف الدبلومة بتاعتك، بتضيف الاي دي بتاعك، تمام، او الباسبورت، وهنا شهادة اللغة مش حاطين لك عليها علامة النجمة الإلزامية، فمش مطلوبة منك بشكل إلزامي. طبعا لو عندك أي ملفات إضافية، كورسات، تطوعات، كل هذه الأشياء ممكن تزودها عادي في الأبليكيشن، مفيش أي مشكلة خالص، تمام. بعد لما بتحط كل الأوراق بتاعتك وبتملى كل التفاصيل دي، بتروح لآخر سيكشن اسمه كونفيرم. طبعا السيكشن ده مش هيفتح معايا لأن أنا ما كملتش الأوراق، يعني لازم أرفق بقى كل الأوراق. بس الكونفيرم ده في الآخر أنت بتعمل مراجعة على كل اللي أنت مليته هنا، يعني انت ده الابلكيشن لحد هنا ودي هنا المراجعه. بعد لما بتعمل مراجعه بتضغط على كلمه كونفيرم، ويبقى انت كده قدمت المنحه بنجاح ومفيش اي مشكله خالص. وفي الكونفيرم راجع كل تفاصيل المنحه وكل البيانات اللي انت حطيتها، عشان ما ينفعش التعديل بعد لما تعمل سبميت للابلكيشن. فكده انا شرحت لكم كل تفاصيل المنحه، منحه ممتازه جدا. ما تنسوش خدماتنا الاضافيه، ما تنسوش اخر ميعاد للتقديم ايضا، و التخصصات المتاحة، كل التفاصيل مذكورة في المقالة هنا وفي الفيديو. وإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم في المنحة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.